مبارك من أبناء عمومة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الراحل رحمة الله عليه. وكنت بتسأل عن إن كان الرئيس بر ببلده، كان فعلا بلده، يعني مقصود بلده بصفة خاصة كفر المسلحة، كان فعلا بر بكفر المسلحة، وكان على صلة بأقاربه كلهم اللي كانوا في عهده وكانوا يعرفوه وكان بيقابلهم. حتى لما الامور لما كان بيجي في حفله القران الكريم في مدرسه مساعي الثانويه العسكريه بجرين كوم، كانوا بيقابلوه هناك اقاربنا وكده، ويسالهم على البلد واحوال الناس. وكانت اخر زياره له هنا في كفر المسلحه، كفر المسلحه كانت في دفنه المرحوم الدكتور سعيد مبارك، كان من اقاربنا يعني، وجه وهو كان قائد قوى الجويه، وكان بقى بر بوالدته رحمه الله عليها. يعني حق نقوله امام ربنا سبحانه وتعالى ان هو كان بر بها، وكان بر بوالده فعلا، وبر باخواته كلهم. لا كان يتوفر فيه عنصر الوفاء، مش الوفاء للوطن بس ولا للبلد هنا، لا الوفاء كمان لاقرب الاقارب، والدته والده اخواته عائلته. الرئيس الراحل الأسبق محمد حسني مبارك كانت علاقته طيبة جدا جدا بالبلد، وهذا قد يخفى على كثير من الناس مما اعتقد انه هو على علاقة غير طيبة بالبلد، اللي هي كفر المسلحة، مش المسلحة، كفر المسلحة اللي هي بلد الزعيم الراحل محمد حسني مبارك. وعلاقتنا كأقارب بيت برضه كانت علاقة فيها تواصل، أي نعم مش بالنسبة لي، بالنسبة لوالدي رحمة الله عليه، وبالنسبة للناس اللي هم يعني يكاد يكونوا في سنه، وكان على تواصل مع البلد يعني، وعامل خدمات كتير جدا جدا في البلد يعني، بدون ذكر نوعية هذه الخدمات، منها نادي حسني مبارك ده سمي باسمه لأنه النادي طبعا كان قديم، من عهد قديم اتهد واتبنى، اتعمل على تراث حاجه كويسه ممكن تصوروا برضه لو انتوا عايزين تشوفوا يعني، فضلا عن دخول المجاري في كفر المسلحه، حاجات كتير يعني، حاجات كتير بفضل الله اللي كان بيقدر يعمله كأي بلد زي أي بلد في جمهورية مصر العربية. حدثنا عن طفولة الرئيس محمد حسني مبارك، كان أجدادك بيقولوا لك إيه؟ كان بيعيش هنا، المنزل اللي كان بيعيش فيه كان فين؟ والله المنزل اللي كان بيعيش فيه بجوار منزلنا اللي هو اللي أنتم شايفينه، بس ده اللي هو ده اللي هو واتهد بقى واتباع يعني ورثة الورثة يعني، ده كان هو في اتربى فيه، وفضلا عن البيت اللي قصادنا برضه ده اتهد برضه واتباع وهكذا، لان الكلام ده من حوالي مش اقل من 70 سنه ولا 60 سنه حاجه زي كده. تمام. فكان علاقته كويسه بالبلد برضه يعني، وهو نزل يعني كانت اخر نزول. طيب وضحوا لنا انتوا هتعملوا ايه؟ ممكن تقيموا عزاء هنا للرئيس الراحل في المنوفيه؟ ولا هتروحوا بكره الجنازه الاول، ولا ايه اللي هتعملوه؟ هو اللي احنا كنا بنتواصل بيه من ساعتين ان شاء الله، بنشوف الجنازه هتتم، فهي اتضح ان هي بكره ان شاء الله الجنازه. تمام. ونسال الله سبحانه وتعالى انها تكون الجنازه تليق بمقام هذا الرجل العظيم. طيب. وده اقل شيء يقدم لهذا الرجل، رجل من القوات المسلحه، رجال القوات المسلحه، رجل خدم مصر فوق ال 60 سنه ولا ال 70 سنه يعني. فان شاء الله ان شاء الله نحضر الجنازه ونيجي هنعمل ترتيباتنا ممكن على اخر الاسبوع يعني هنا في البلد يعني، ده اقل شيء نقدمه لابن البلد يعني. تمام. اشكر سيادتك. الله يخليك.